بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما شفتوا كده هتبعت لكم العنوان بتاع الموضوع: العطاء في وسط جيل أناني. طبعا بنقول كلمة العطاء دي واحنا بنحتفل النهاردة بقديس اللي هو قديس الأنبا برقام اللي مشهور بفضيلة العطاء وتميز فيها. بقت دي الحاجة اللي بتميز القديس الأنبا برقام. طيب تعالوا كده نشوف الكتاب المقدس لما ربنا يسوع المسيح اتكلم عن الصدقة. اتكلم عنها في إنجيل متى، حد عارف صح كام؟ إصحاح كام؟ إنجيل متى إصحاح كام؟ إنجيل متى أول إنجيل في الأناجيل المقدسة بتاعتنا. إصحاح كام؟ إصحاح 6. إحنا عارفين دي كانت في الموعظة على الجبل، فكانت المسيح اتكلم عن الحتة بتاعة الصدق، مهتم إن هو يحط الحتة دي في حياتنا الروحية. وبعدين لما اتكلم عن الصدقة حط الصدقة أو العطاء قبل الصلاة والصوم. يعني إحنا عادة ممكن نحط مثلا الصلاة في أول حياتنا الروحية وهي دي أهم شيء، وهي فعلا كده، الصلاة دي حاجة مهمة عظيمة جدا، والصوم برضو يعني نتكلم عنه بقوة. لكن السيد المسيح لما اتكلم عن الثلاث حاجات دول، الصدقة والصلاة والصوم، حط الصدقة أول واحدة. تفتكروا ليه ربنا اتكلم عن الصدقة الأول قبل الصلاة والصوم؟ إيه اللي خلى ربنا يتكلم عن الصدقة قبل الصلاة والصوم؟ ده سؤال على فكرة. يعني افتوا ما حدش هيقول لكم حاجة. أي بس يطلع برا نفسه ويفكر بس. ماشي، دي حلوة، بس ليه بقى قبل الصلاة والصوم؟ تمام، ممكن انه عشان قبل ما صلي اكون بحب اللي حوالي. ربنا كان مركز على الحتة دي، انه علاقتي مع الاخرين تكون في سلام وتكون في محبة. وحتى لما كان بيتكلم عن اللي بيريح يقدم الذبيحة بتاعته قال له إيه الأول؟ اذهب اصطلح مع أخيك أولا، وبعد كده تعالى وقدم الصدقة بتاعتك أو قدم الذبيحة بتاعتك. أو الصدقة هي ذبيحة برضه. وبالتالي ربنا عايز يطمن إن احنا بيننا وبين بعضنا في محبة، بيننا وبين بعضنا في سلام. عشان كده برضو حتى تلاقوا في بداية القداس، قداس المؤمنين، أول صلاة بعد قانون الإيمان إيه؟ صلاة إيه؟ الصلح، نبقى في صلح مع بعض وفي صلح مع ربنا. وفي الآخر بتاع صلاة الصلح نقول قبلوا بعضكم بعض. ليه؟ لأنه دي المقدمة اللي من خلالها نقدر نتقدم بعد كده قدام ربنا ونبتدي نتكلم معاه. يبقى هو ربنا مركز على الحتة دي. وبعدين كده جه يوحنا الحبيب قال في الرسالة الأولى بتاعته، قال إن قال أحد إنه يحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. يعني لو حد قاعد يقول أنا بحب ربنا بس بيبغض أخاه، مش بيحب أخوه، ده يعتبر كاذب. لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ يبقى ربنا عايز نقدم المحبة، نمارس المحبة العملية الأول بيننا وبين بعضنا علشان نعرف نقدم المحبة بعد كده اللي بيننا وبين ربنا. طب وبعدنا كده ربنا حط العطاء والصدقة في الأول، يبقى دي حاجة مهمة. إيه الأهمية بتاعة العطاء؟ إيه البركات اللي بناخدها من إن إحنا يبقى عندنا العطاء في حياتنا الروحية؟ بنكسب ايه؟ واحنا بنكسب ولا بنخسر؟ ها؟ بنخسر مش كده؟ بنخسر ايه طيب؟ بخسر، بطلع فلوس، الفلوس بتقل بتاعتي. طب واللي بيطلع مشاعر، مشاعره بتقل برضو مش كده؟ ها؟ سوري مش سامع. قلب مين؟ أنا ولا الآخر؟
قلبي لين. قلبي لين، ماشي. ايه كمان؟ الوعود بتاعت ربنا، اعطوا تعطوا، بس دي مصلحة شوية. ايوه مش هينقص. طيب ها ايه تاني؟ ايه البركات اللي بناخدها من العطاء؟ الذي طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. فدي برضو عايز حاجة تشفع لي كده. قالها الملاك برضو لطوبيا، برضو الصدقة دي هتنجيك. ايه كمان؟ ايه الفايدة؟ استفيد ايه ان انا اديت؟ طب ودي فايدة ايه فايدتها ان انا اطلع برا نفسي؟ هي ميس بتقول الفايدة اللي انا باخدها من العطاء ان انا اطلع برا نفسي. ايه الفايدة في كده؟ هو ايه مشكلة السيلف سنتر؟ ما انا قاعد لوحدي ومبسوط وكافي شر خيري وانا مبسوط بنفسي، يعني قاعد مع نفسي في قطي. حلو، ايه بقى اللي استفيده؟ ما انا اديني فايدة تشجعني ان انا ادي. هعمل ايه؟ هفرح. هفرح صح، حتة الفرح دي صح، كويس. ايه كمان؟ هشبع. ازاي بقى؟ فهمهاني دي. حتة الفرح برضو ان انا لما بدي انا ببقى مبسوط، كويس. ايه كمان؟ فيش حد من ناحية؟ ايوه الاولاد، يلا قول. هناخد اللي ورا وبعد كده حضرتك. هيا إيريك. لا لا سوى صوتك مش سامع. حد سامع حاجة؟ اتعلم استغنى عن الارضيات. ما يبقاش ليه ارتباط بالارض، كويس. ما يبقى استغنى شوية، افك الارتباطات اللي مربطاني بالارض. اتفضل. ربنا هيبارك في القليل. ها ايه كمان؟ سوري. بيبقى ليا كنز في السماء. في عشرة حلوة مع ربنا، كويس. انتوا بتقولوا كلام حلو. حد عنده حاجة تانية؟ ابونا هتقول حاجة؟ طوبى من يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. اي مايكل. من اللي انا بديه ده مش بتاعي اصلا، ده بتاع ربنا، زي ما عمل داود بعد ما جمع كل الحاجات اللي اتجمعت عشان الهيكل. قال كده هوت من يدك منك الجميع ومن يدك اعطيناك. ايمس المروي هو ايضا يروى، يعني ربنا مش هيسيب ابدا ولاده اللي ادوا وطلعوا من عندهم، ربنا هيديهم تاني. ده كله عطاء بالظبط، العطاء بتاع الجوعان والعطشان وكده. أنا كنت مجرد أداة أعرف كده، يعني أعرف نفسي وإمكانياتي اللي أنا ماليش أي حاجة. طيب أنتوا قلتوا حاجات كتير، تعالوا نجمع كده ونلخص اللي أنتوا قلتوا. نمرة واحد، العطاء فرح. أنا باخد من العطاء فرح، تخيلوا. يعني أنا أدي ألاقي نفسي فرحت. حاجة عجيب، معادلة غريبة، لأن أنا لما بدي وفرح إنسان، فرحة الإنسان دي قيمتها أغلى بكتير من العطية اللي أنا أديتها. إنه إنسان بقى فرحان، إن إنسان بقى مرتاح، إن إنسان في احتياج عنده اتسدد، دي لوحدها كإحساس، مش كقيمة بتاعت الحاجة نفسها، كإحساس ده لوحده حاجة تفرح. إن أنا قدرت طبعا بقوة ربنا وبنعمته إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أفرح إنسان آخر، ده لوحده يرجع علي أنا بالفرح، قيمتها كبيرة جدا إن أنا أفرح أي إنسان. الحاجة التانية إن بتبقى فيها دلة مع ربنا، يبقى ليا دلة مع ربنا. تعرفين كده وإحنا بنتكلم عن سفر أعمال الرسل، كان في واحد في سفر الأعمال اللي اسمه كرنيليوس. كرنيليوس ده لما جه كتب كده عنه القديس لوقا بيقول كده هو كان ليه حسنات كثيرة للشعب، يعني بيدي كتير قوي. والملاك، شوفوا بقى الحاجة الأحلى بكتير، الملاك جه وهو بيتكلم مع كرنيليوس عشان يقول له اذهب وادعي بطرس
الملاك بيقول له صلواتك وصدقاتك صعدت أمام الله. يعني ربنا شايف الصلوات والصدقات اللي انت عمال تقدمها قدام ربنا وبتديها للشعب، ربنا شايف الأعمال الحلوة اللي انت بتعملها دي، فبقى في دلة لربنا. ربنا بعت له ملاك علشان يخليه يآمن ويجيب بطرس يتكلم معاهم ويقول لهم كده هو ده الرجل ده صدقاته كتير جدا. فبالتالي في دلة بقت بين الإنسان وبين ربنا. عاملين زي عاملين زي القديس الأنبا بشوي. القديس الأنبا بشوي كان متعود إنه أي حد معدي ورايح كده هو معدي بره القلاية بتاعته يدعوه ويقول له تعالى أغسل لك رجليه، غسل له رجليه طلع ده مين؟ طلع ده ربنا يسوع المسيح. ونفس الموقف تاني لما جم الرهبان وقالوا له احنا عايزين نشوف ربنا، انت مش معقول عمال تشوف ربنا ده كله واحنا ما شفناهوش ولا مره، ما تخلينا نشوف ربنا. ام قال لهم طيب حاضر، اتفق فعلا مع ربنا وقال لهم على الجبل الفلاني، وكلهم عدوا على الراجل الغلبان، انتوا عارفين القصه، وسابوا الراجل الغلبان ده. جه الانبا بشوي وشال الراجل الغلبان ده وطلع بيه علشان يروح بيه على الجبل عشان يشوفوا ربنا يسوع المسيح. وشويه شويه ابتدى يلاقاه، ابتدى يتقل يتقل يتقل، ففهم فهم ده مين؟ ان ده ربنا يسوع المسيح. فقال له معقول يا رب انا اشيلك؟ وربنا اداله بقى دله حلوه كده، قال له بقى عشان انت شلتني يا انبا بشوي جسدك ده لن يرى فسادا. فاللي بيقدم رحمه واللي بيقدم عطاء ليه دله عند ربنا، ليه دله عند ربنا. يبقى نمر واحد، انا هفرح، انا نفسي افرح مش بس اللي قدامي، انا هفرح ان انا فرحت انسان اخر. حاجه الثانيه دله عند ربنا. الحاجه الثالثه حاجه غريبه جدا، نتيجه ان انا اخرج من ذاتي ربنا يديني نقاوه القلب. ربنا هيديني نقاوه القلب لما استغنى عن حاجه واديها لحد، حاجه معادله برضو غريبه. ربنا يسوع المسيح مره فريسي دعاه علشان يروح ياكل عنده، دخل وقعد وابتدى ياكل، فالفريسي بص كده وقال ايه ده مش معقول، ازاي ياكل من غير ما يغتسل الاول؟ فربنا عارف وفهم، فقال له كده انتم ايها الفريسيين بتدوروا على النقاوه الخارجيه، لكن انا بدور على النقاوه الداخليه. فقال لهم كده بل اعطوا ما لكم صدقه، اعطوا ما لكم صدقه فيكون لكم الكل نقيا. يعني تتنقوا من الخطايا اللي موجودة عندكم. إزاي؟ لأن أنا لما بدي صدقة أنا بفكر في الآخر، أنا بطلع من ذاتي، بطلع من تفكيري في نفسي، وتفكيري في نفسي وتفكيري في ذاتي ده هو ده اللي بيوقعني في الخطايا، هو ده اللي بيوقعني في الكبرياء والذات والإدانة وكل حاجة موجود. وهو ده اللي عمله الفريسي هو مع ربنا يسوع المسيح، أدانه. فربنا بيقول لهم كده أعطوا ما لكم صدقة، اطلعوا من ذواتكم، ادوا من عندكم علشان ما تبقوش بتفكروا بس في نفسكم، تفكروا في الآخر، في راحة الآخر تلاقوا كل حاجة بقت نقية عندكم. يبقى لما أفكر في الآخر أطلع من أنانيتي وأطلع من ذاتي، فيبقى قلبي نقي من الإدانة ومن الخطايا اللي ممكن بقع فيها بسبب الذات. يبقى نمر واحد انا باخد ايه من العطاء؟ قولوا كده، اخدنا ايه؟ فرح. نمر اتنين دلة. نمر تلاتة نقاوة. او تاني، نمر واحد فرح دلة نقاوة، نمر اربعة رحمة. واحنا بنقولها بقى في القطع بتاعت الخدمة التالتة، بنقول ايه؟ لانه ليس رحمة في الدينونة لمين؟ لمن لم يستعمل الرحمة. طب واللي هيستعمل الرحمة هيحصل له ايه؟ هيرحم. طوبى لايه؟ للرحماء لانهم يرحمون. يبقى بالتالي لما احنا هنبقى عايزين نقول لربنا كده طول ما احنا في صلواتنا عمالين نقول له ايه؟ كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون يا رب ارحم. كويس، انا طيب يا ترى برحم الاخر؟ يا ترى احشائي بتتحرك ناحية الآخر ولا أحشائي دي مغلقة؟ يعني لما أشوف حد محتاج وأعرف أنه وميز الاحتياج اللي عنده حتى لو كان احتياج معنوي مش بس احتياج مادي، وأقفل أحشائي، يعني أبقى بخيل
في ان انا ادي اهتمام او ادي كلمه حلوه للانسان ده. كده انا بغلق احشاء، انا بقفل الاحشاء بتاعتي، بقفل الرحمه اللي عندي اللي ربنا عايز يحركني علشان اعملها. يبقى افكر في الحته دي، انه الرحمه اللي انا بعملها مع الاخرين هنا تديني كمان في يوم الدينونه كمان رحمه. ده ما يمنعش ان ده انه الرحمه بتاعتنا في يوم الدينونه الكبرى هي رحمه ايه؟ رحمه مغفره ربنا اللي احنا بناخدها بالتوبه والاعتراف. ولكن يبقى ليا كده الحته بتاعه الرحمه، ان انا عمال اقول له يا رب ارحم يا رب ارحم، ولا انا قادر ارحم الاخر. في المثل بتاع وكيل الظلم ربنا قال كده عن مال الظلم. ايه مال الظلم ده؟ اللي هو المال بتاع العالم ده. قال كده عن مال الظلم، قال ايه؟ اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. يعني المال ده اللي بيتوزع بالظلم كده على الناس، يعني مش كل الناس زي بعضها. اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. عشان ايه؟ عشان يفتكروكم في المظال الابديه وياخدوكم وتقعدوا عندهم في المظال الابديه. دول مين؟ الناس الفقراء الغلاب. عشان كده القديس يوحنا يوحنا ذهبي الفم كان بيقول كده، انتوا عارفين احنا عندنا بره الكنايس ده ايامهم، عشان بس ما تربطوش ده باللي بره الكنايس دلوقتي، دي حاجه ودي حاجه، او يعني لازم نبقى مميزين برضو. لكن قال لهم كده، انتوا بتلاقوا ناس قاعدين بره الكنايس علشان تطلب صدقه، انتوا عارفين دول ايه؟ دول تجار بيدونا الميراث بتاعنا اللي احنا بناخده في السماء. لما بديهم العطيه دي في ايديهم، لما ادي انسان محتاج عطيه دي في ايده، العطيه دي هو بيوصلها لربنا، والعطيه دي بتاخد اضعاف 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 القيمه اللي انا اديت بيها العطيه دي. يبقى كمان العطيه اللي احنا بنديها دي تدينا رحمه في يوم الدينونة، وتدينا رحمة من ربنا يتحنن علينا. ده سؤال؟ أيوة. هاخد بقى قدامها ايه؟ ممكن ملاقيش من الانسان ده تقدير. حلو، ده انت يا بختك او يا بخته. ربنا بيقول كده ليه؟ لانه اللي ما خدش تقدير هنا على الارض هياخد تقدير فين؟ في السماء. ده حتى بيقول كده، هنا هو على الارض هيبقى استوفوا اجرهم، لكن الاجر بتاع الحته العطيه دي هيبقى فين؟ هيبقى في السماء، ربنا موجود وشايف. يبقى اذا هناخد من الحكايه دي من العطاء اربع حاجات. نمره واحد هناخد فرح، نمره اتنين دله، نمره اربعه نقاوه، أسف نمرة ثلاثة نقاوة، نمرة أربعة رحمة. نقولهم تاني معلش، نمرة واحد فرح، نمرة اتنين دلة بيني وبين ربنا، نمرة ثلاثة نقاوة أطلع من ذاتي وأفكر في الآخر فأطلع من خطيتي، نمرة أربعة أخد إيه؟ أخد إيه؟ رحمة. طيب بسرعة كده هنقول إحنا بصراحة لو جينا وبصينا على نفسنا هنلاقي نفسنا ضعاف في الحتة بتاعت العطاء دي. ازاي ننمو اكتر في موضوع العطاء؟ ازاي نعمل ايه علشان يبقى عندنا نمو في حياتنا في العطاء ده؟ بصوا، اوعوا حد فينا يتخيل انه الانبا ابرام القديس العظيم ده كان عنده العطاء ده كده من ذاته من نفسه. لا طبعا، دي كانت نعمه ربنا ادهاله. النعمه دي جايله منين؟ من حياه روحيه قويه عايشها الانبا ابرام من يوم ما كان شماس صغير في البلد بتاعته اللي هي دلجة، لحد لما راح دير المحرق وقعد فيه وهو إنسان ليه علاقة قوية مع ربنا. ظهرت بقى إمتى وبقت واضحة قدام الناس كلها؟ لما راح في الأسقفية في الفيوم، بان بقى الأنبا ابرام ده حياته الروحية ماشية إزاي. فالأباء يحكوا كده، أو الناس اللي عشرة الأنبا ابرام يحكوا، يقولوا كده الأنبا ابرام كان بالليل يصحى في نص الليل علشان يبتدي يصلي المزامير بتاعته، 150 مزمور. فيجي عند المزمور 50 وعند الكلمة بتاعت قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، ويقعد بقى يكررها كتير. اللي قاعدين في الأوضة اللي جنبه سمعينه، قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، بصراع مع ربنا وبصلاة عمال يتكلم مع ربنا. شايفين؟ هو ده اللي بيطلع العطاء الحلو اللي احنا شفناه في الأنبا ابرام. وكان بعد كده
اليوم يبتدي على مثلا الساعة على الغروب، يجمع الشعب في المطرانية بتاعته ويقعد معاهم يصلي صلاة الغروب ويقعد معاهم في درس كتاب. كلام ده امتى؟ يوميا يوميا. هو ده الأنبا ابرقام، ده اللي طلع الأنبا ابرقام رجل العطاء اللي احنا عارفين. العطاء ده جه من حياة روحية كان عايشها الأنبا ابرقام. بيحكي واحد من الصحفيين الإنجليز إنه سمع عن القديس الأنبا ابرقام لما كان في فرنسا، وسمع عن الأنبا ابرقام فجي مصر عشان يزور مصر ويزور أشهر المعالم اللي فيها. من ضمن الحاجات اللي طلب إنه يزورها إنه يزور الأنبا ابرقام في المطرانية بتاعته. فطبعا الناس قالوا له مطرانية إيه؟ أنت ما تعرفش أنت رايح تزور إيه؟ ده بيت غلبان، مش مطرانية يعني تزورها. فقال لهم معلش أروح. وقالوا الأنبا ابرقام طب تعالى. الأنبا ابرقام قابله في حتة يعني حلو عليها ليه؟ قال لهم لا، أنا هو المكان بتاعي ده ومش هتحرك منه. جه الصحفي ده كان اسمه ليدر، جه هو ومراته علشان يتكلموا يقعدوا مع الأنبا ابرقام. دخلوا عند الأنبا ابرقام. طبعا الأنبا ابرقام مش بيعرف يتكلم إنجليزي، هو بيعرف يتكلم إيه؟ عربي وقبطي بس، ما بيقولش حاجة تاني. فوقفوا الراجل ومراته قدام الأنبا ابرقام، والأنبا ابرقام وقف وقام حاطط ايده عليهم هما الاثنين وابتدى يصلي. مرات الصحفي ده بتحكي بتقول له هو بيتكلم انا حسيت ان انا واقفه في حضره ربنا. لما بيقول كلمه كيريليسون، هي طبعا مش فاهمه يعني ايه كيريليسون، بيقول بس كلمه كيريليسون دي وهو بيصلي لهم انا تهزيت. ادي الأنبا ابرقام علاقه قويه مع ربنا. لما هيقف يصلي هو واقف في حضرة ربنا. لما بيصلي قدام الناس، الناس تحس ان هم واقفين في حضرة ربنا هم كمان. هي دي الحياة الروحية اللي خلت الأنبا ابرقام يبقى رجل عطاء زي ما شفناه. عشان ربنا، عشان كده ربنا شبه الملكوت السماوات، قال ايه؟ يشبه ملكوت السماوات ده حبة خردل وهي اصغر جميع البقول، ولكن متى اخذها الزارع ووضعها في الحقل بتاعه، متى نمت لما تكبر وتنمو يحصل لها إيه؟ تكون شجرة كبيرة تأتي وتتآوى فيها الطيور. وكان هذا هو الأنبا ابرقام. هذا الأنبا ابرقام هو الشجرة التي كانت الطيور تأتي وتتآوى فيها. فتح باب المطرانية لكل واحد محتاج، عايز يخبط في أي وقت يدخل علشان يشوف الاحتياج بتاعه، والأنبا ابرقام يديله. والقصص كتيرة جداً عن ناس كانت محتاجة وأنبا ابرقام يديها من أعوازه، يعني من كل اللي عنده، وربنا يقوم جايب له أضعاف اللي هو جابه. الأنبا ابرقام بقى الأنبا ابرقام رجل العطاء نتيجة الحياة الروحية، العلاقة القوية اللي كانت بينه وبين ربنا في صلواته، في قراياته في الكتاب المقدس، في القداس اللي كان يفضل طول القداس واقف، طول القداس في المسبح ما يرضاش انه يقعد. كان علاقة حلوة جدا مع ربنا. هي دي اللي طلعت القديس العظيم الأنبا ابرقام رجل العطاء. فيبقى نمرة واحد عشان أنمو في عمل الرحمة ويتحرك قلبي ناحية الآخر ويحبه، لازم تكون لي علاقة روحية مع ربنا. الحاجة التانية برضو اللي بتخلينا ممكن تخلينا ننمو في علاقتنا أو في العطاء، إن أنا أعمل الحاجة دي بنفسي مش عن طريق حد. مش عارف ليه قريتها كده في كذا حتة، إن أعمل الحاجة دي بنفسي. بنفسي يعني إيه؟ يعني مثلا اتفرجوا على إبراهيم أبو الآباء لما شاف ثلاثة كده ماشيين وقال لهم لا تعالوا اقعدوا، مين اللي غسل رجلين الثلاثة دول؟ القديس سوري إبراهيم هو بنفسه قعد وغسل رجليهم بنفسه. برضو نفس الكلام يتحكي عن الأنبا سربامون أبو طرحة اللي كان قديس في القرن التسعتاشر. والأنبا سربامون أبو طرحة ده يقول كان ليه بطرحة؟ عشان كان بيبقى لابس طرحة ويمشي بالليل يوزع الاحتياجات على الناس المحتاجين بنفسه، يعدي بنفسه ويوصل الحاجة دي للمحتاجين. إحساس مختلف إن أنا أعمل الرحمة دي أو العطاء ده بنفسي أنا علشان أدي للآخر. الإحساس ده في إحساس بربنا يسوع المسيح، لأن أنا لما بقدم العطية دي بقدمها لربنا نفسه،
بحس بيه هو موجود في الآخر اللي أنا بديله العطية دي. يبقى نمرة واحد علاقة روحية مع ربنا، نمرة اتنين بنفسي، نمرة تلاتة ما ضيعش فرصة. ساعات ربنا بيدينا فرص وإحنا ماشيين كده، وحس ربنا يحط في قلبي إن الإنسان ده محتاج للحاجة المعينة دي أيا كان الاحتياج، أتحرك على طول في ساعتها ودي. عشان كده القديس يعقوب قال كده في الرسالة بتاعته: إن رأى أحدكم أخا وأختا معتازين للقوت والكسوة، وبعدين لما شافهم كده قال لهم إيه؟ اذهب واستدفئ. فما المنفعة؟ إيه المنفعة؟ إيه اللي حصل؟ إيه الإضافة اللي إحنا عملناها؟ أستغل الفرص، أنتهز الفرص، لأن دي عبارة عن فرص ربنا بيديهاني إن أنا أتقابل معاه هو شخصيا. يبقى نمرة واحد حياة روحية، نمرة اتنين بنفسك أو بنفسي، ونمرة تلاتة ما نضيعش الفرصة. نمرة أربعة من القلب، العطية دي تبقى من القلب. لما جه موسى يبني خيمة الاجتماع، فربنا قال له كده قول للشعب يجمع العطايا بتاعته. فعلا موسى طلب من الشعب كل واحد يجيب الاحتياجات، حطوا زي كده لستة بإيه الحاجات اللي احنا محتاجينها، عايزين ذهب قد كده، عايزين فضة قد كده، خشب كذا، الخيوط كل عايزينها، كل حاجة قال لهم كده. فبعت والخبر انتشر في وسط شعب إسرائيل وابتدت العطايا تيجي. لكن الكتاب المقدس بيعلق بيقول إيه؟ يقول كده كل من سمحته قلبه، بسماحة قلب يعني قلبه تحرك علشان يدي العطايا دي، لدرجة إن فضلوا يدوا عطايا كتير كتير، وابتدى العمال اللي بيشتغلوا في خيمة الاجتماع قالوا لموسى خلاص كفاية، اللي موجود عندنا أكتر من اللي احنا محتاجينه. شايفين القلب لما بيتحرك علشان يدي، يدي بسخاء ويدي بعطاء كتير جدا لربنا. يبقى العطية تكون من القلب، مش مهم كميتها قد إيه، زي ما ربنا بص على ذات الفلسين وقال إن هذه المرأة أعطت أكثر من هؤلاء، أعطت كتير. ليه؟ لأنها أعطت من أعوزها، أعطت من قلبها، أعطت بحب بتقدمه لربنا، بتحب ربنا؟ طبعا بتحب ربنا، دي استغنت عن الحاجة اللي فضلها، أعطت كل ما عندها، وبالتالي يبقى هي بتحب ربنا من كل قلبها. يبقى العطية بتاعتنا علشان تنمو وننمو في علاقتنا وفي العطاء للآخر، لابد ان احنا نركز على الحاجات دي. نمرة واحد والأساس الأول حياة روحية، نمرة اتنين أعمل ده بنفسي، نمرة تلاتة ما ضيعش فرصة ربنا بيديها لي، ونمرة أربعة أعمل ده من قلبي. تعالوا نعمل إيه؟ احنا عارفين ان احنا عندنا العشور، بس تعالوا نعمل خطوة فوق العشور. ربنا قال كده: ان لم يزد بركم عن الكتبة والفرسين فأي فضل لكم، انتم مش هتخشوا من لكوت الصمات بالكتبة واللي بيعملوا الكتبة والفرسين، لازم تعملوا ازيد. طيب يبقى انا لما اجي اعطي ادي اكتر من العشور بسنة بسنة، مش كتير لكن ادي ايه؟ سنة صغيرة، واحدة واحدة هلاقي نفسي بنمو في العطاء اللي أنا بديه. يبقى حياة روحية أقدم بنفسي، ما ضيعش الفرصة وأعطي من القلب. ربنا يدينا نعمة نحن ننمو في العطاء، لإلهنا كل مجد وكرامة.